بحال اللي كتعرفوا جميعا مجلس الامن الدولي اقر اليوم القرار السنوي ديالو بتجديد ولايه المينيرسو لمده سنه. هذا القرار تم ب 13 الصوت وجوج ديال لي سابسونسيون. المغرب كي يشيد بهذا القرار ويثمن القرار اللي خداه مجلس الامن، وكيعتبر هذا القرار قرار مهم، اولا بالنظر للسياق ديالو، ثانيا بالنظر للمضمون ديالو، وثالثا بالنظر للمواقف اللي عبرت عليها الدول خلال الموافقه على هذا القرار. اولا القرار مهم بالنظر للسياق ديالو، لانه جاء في واحد السياق اللي فيه المغرب حقق مجموعه من المكتسبات منذ القرار الاخير اللي كان في اكتوبر 2020، مكتسبات اللي تمت بانخراط الشخصي وبالمتابعه الدائمه لجلاله الملك محمد السادس منذ القرار الاخير. واللي كنعرفوا شنو وقع، القرار كان في اكتوبر، 13 نوفمبر كان تأمير معبر الكركارات وفتحوا من جديد للتجارة، كانت في دوجنبير الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وكانت في خلال ذاك الفترة كذلك فتح مجموعة القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وهذه كلها مكتسبات اللي شار لها التقرير الأمين العام الأخير، واعتبرها من التطورات الأساسية اللي عرفها الملف. السياق كذلك بحال اللي لاحظتوا كان هاد المكتسبات كان فيها واحد واجهتها واحد شويه ديال لاجيتاسيون، واحد التحرك من قبل وبعض المناورات من قبل الاطراف الاخرى. لهذا هذا القرار في هذا السياق ديال المكتسبات وديال هاد لاجيتاسيون اللي كانت عنده واحد الاهميه، لانه كيقدم اجوبه مهمه على كاع هاد المناورات وعلى هاد التحركات اللي كانت مع هذه المكتسبات. خمسة الأجوبة كيقدم هذا القرار. الجواب الأول هو حول طبيعة المسلسل، لو فورما دو بروسيسوس. كانت تعبئة ديال الأطراف والجزائر بشكل خاص باش يقولوا بأن هذا الشيء خص يتعاود فيه النظر. كانت رسالة ديال المندوب الدائم للجزائر في 21 أكتوبر لمجلس الأمن كيقولوا فيها بان المائده المستديره ما بقات عندها حتى شي قيمه، وبان الجزائر كترفضها. الجيريا سترونغلي ريجكت اني ريفرنس، كترفض اي اشاره للموائد المستديره في القرار. وكانت تصريحات بان لو فورما دي دو تابل روند ني بلو ا لور دو جور، سيت اوبسيون اي ديزورمي اوبسوليت. كانت بحال شنو الجواب ديال مجلس الامن؟ هو ان يؤكد بأن الموائد المستديرة بمشاركة الجميع هي الآلية الوحيدة لتدبير المسلسل. الموائد المستديرة مذكورة على الأقل واحد أربعة المرات في القرار كآلية اللي يجب متابعتها من قبل المبعوث الشخصي. هذا الجواب الأول حول هذه، بأن الموائد المستديرة بمشاركة كل الأطراف هي الإطار الوحيد. الجواب الثاني كان كيهم شنو هو الهدف من المسلسل، لا فيناليتي دو سو بروسيسوس. كانت كذلك محاولات لإحياء واحد الخطط القديمة وواحد المخططات المبتذلة، ومجلس الأمن وكانت يعني ضغط وكان حتى ابتزاز باش أن الفقرة الثانية من القرار تغير، لأن هي اللي كتحدد شنو هي ماهية الحل. وكتعرفوا ذاك الفقره شنو كتقول، بان الحل خصو يكون واقعي عملي قائم على التوافق. وهذه كلها كلمات تخيف وتزعج الاطراف الاخرى، لانها تحيل على مبادره الحكم الذاتي، ولانها تبعد كل ما هو ليس واقعي، كل ما هو ليس عملي، كل ما هو ليس قائم على التوافق. لهذا كذلك كان الجواب من مجلس الامن على كل هذه التحركات وعلى هذه المناورات في هذا الاطار. الجواب الثالث اطراف المسلسل، لي زاكتور دو بروسيسوس، دونك لو فورما لا فيناليتي اي لي زاكتور. كانت كذلك تصريحات وحنا كنشوفوا لالجيري نو بارتيسيبرا با، لالجيري ني بلو كونسيرني، نو كونفيرمون نوتر روجي فورميل اي ريفيرسيبل دو توت بارتيسيباسيون او تابل روند، لي تابل روند سون ديفوني كونتر برودكتيف. كاع هادشي شفناه
هذه التصريحات اللي كانت في اطار هذه لاجيتاسيون. الجواب ديال مجلس الامن هو ان الجزائر مذكوره في القرار عدد المرات اللي مذكور فيها المغرب، 5 المرات. هذا الجواب الاول. ثانيا بان مجلس الامن بهذه الطريقه كيحدد الاطراف الحقيقيه ديال النزاع، وبان الجزائر عندها مسؤوليه في المسلسل بقدر مسؤوليتها في خلق النزاع واستمراره. فكان الجواب اساسي. واكثر من هذا اش كيقول مجلس الامن، تسمحوا لي نقراها بالفرنسيه: Le Conseil se félicite de la participation du Maroc, du Polisario, de l'Algérie et de la Mauritanie dans un esprit de réalisme et de compromis tout au long de la durée du processus en vue de son aboutissement. Tout au long du processus, l'Algérie est appelée à s'impliquer et à participer. C'est ce que je dis à l'Amn, c'est que la Tawal Mousselsel, le Jazair Madoua, un Toucharik, في هذا المسلسل. هذا الجواب الثالث على هاد لي زاجيتاسيون وعلى التصريحات وهادشي كذلك. الجواب الرابع كان على مساله وقف اطلاق النار. كانت محاولات باش ان يجعلوا من عمليه ديال القرقارات وتحرير المعبر من ما كانت كتقوم به ميليشيات البوليزاريو بانه هو السبب في كاع المشاكل. جا جواب المجلس الامن بشكل واضح. مجلس الامن كيقول جمله واحده: Nous constatons avec une profonde inquiétude la rupture du cessez-le-feu. Je sais pas ce que ça dit. Au lendemain, le ministre de l'Am qui a parlé à la Kalak, qui m'a été à l'Allah, de la rupture liée à l'inha, waqf itlaq al-nar. L'inha qui est un petit taraf. On a appris un taraf, l'irsmiyan, qu'il a dit qu'il n'y a pas de multazim de waqf itlaq al-nar. بالمقابل المغرب بشكل رسمي على اعلى مستوى، على مستوى جلاله الملك، اللي خاطب الامين العام باش يقول له بان المغرب ملتزم بوقف اطلاق النار. فهذا القلق اللي كيعبر عليه مجلس الامن هو رساله للاطراف اللي كتلعب بوقف اطلاق النار وباش تحمل هذه المسؤوليه. القرقارات ما مذكوراش في القرار لان مجلس الامن بحال الامين العام اعتبرها تحصيل حاصل، وبان كان هناك يعني واحد العرقلة للحركة السير، كان هناك ميليشيات اللي جات لتهديد أمن الناس اللي كياخذوا داك الطريق، تدخلت القوات المسلحة بتعليمات من جلالة الملك، رجع الوضع إلى طبيعته، والآن الأمر انتهى. في القرقارات ليست مذكوراش في القرار بشكل نهائي. نفس الشيء فيما كنشوفوا، راه وصلوا دابا يمكن واحد 240 بيان للحرب اللي كيديروا هاد الميليشيات. مجلس الامن كذلك كيجاوب على هذا الشيء بان الوضع هو الوضع مستقر، بان معبر القرقارات كيمشي بشكل عادي، وبان من يتحدث على حرب قائمه وهذا، فمجلس الامن اعطى الجواب على ذلك. وبالتالي فهي رساله قويه للجزائر والبوليزاريو بان المجتمع الدولي لا يسمح ولن يسمح بالمس بالاستقرار في هذه المنطقه. في نفس الاطار القرار كيطالب باش ان يكون هناك دعم قوي للمينيورسو. وكتذكروا شنو قال الامين العام في التقرير ديالو، بان طرف هو اللي كيعرق العمل المينيورسو، وبان هناك جهه اللي هي الجزائر والبوليزاريو اللي ما كتخليش المينيورسو تحرك بالشكل اللي خصها تقوم به، خاصه شرق الجدار الامني. هذا كذلك كان جواب. الجواب الخامس هو حول المكتسبات اللي كانت عند المغرب في هذه القرارات ديال مجلس الامن في السنوات الاخيره. كانت محاولات للمس بهذه المكتسبات، كلها موجوده اليوم في القرار. الحكم الذاتي كاطار واقعي عملي و كريديبل وذو مصداقيه مذكور في القرار كافق وحيد لهذا الحل. كانت محاولات وشفنا رسائل تكتبات على مسألة حقوق الإنسان، مجلس الأمن ما الدول عارفة الوضع وكتميز ما بين شنو هي مزايدة وشنو هي تشويش وشنو هي الحقيقة. وبالتالي لا المنضد المينيورسو ولا مسألة حقوق الإنسان ما طرحتش كاع في القرار. على العكس من ذلك، مسألة تسجيل اللاجئين ومسؤولية البلد اللي فيه هاد المحتجزين في تندوف مأكدة في قرار مجلس الأمن، كنظن في الفقرة 8 اللي مجلس الامن كياكد على ان يجب القيام باحصاء
هاد المحتجزين، على اعتبار بان الاحصاء غيمكنهم اولا باش تحمى الحقوق ديالهم من انتهاكات اللي كاينه، انتهاكات القانون الدولي الانساني، وعلى اساس بانها كذلك تسمح لهم باش انهم يخرجوا من ذاك الجحيم ديال ذاك المخيمات. نفس الشيء فيما يتعلق باقحام منظمات اقليميه بحال الاتحاد الاوروبي ولا الاتحاد الافريقي في هذا المسلسل، كانت مناورات عديده، القرار خالي من كل هذا. فهذه اجوبه صريحه واضحه مباشره قدمها مجلس الامن لكل هاد المناورات وهاد ليزاجيتاسيون، هاد التحركات اللي كانت كتحاول تعطي الانطباع بان شيئا ما سيحصل، وبان راه كاين واحد بان مجلس الامن الان غيغير الوضع ديالو ولا غيغير المحددات ديالو. الجواب كان واضح، لا من حيث المسلسل وشكله، لا من حيث الحل وكيف وطبيعته، لا من حيث الاطراف الحقيقيه ومسؤوليتها، ولا كذلك من حيث وقف اطلاق النار ومن المسؤول عنه، ولا من حيث وهو الاساسي ان المكتسبات اللي حقق المغرب كلها الان اصبحت مكتسبات مؤكده من خلال هذا القرار اللي خداه مجلس الامن. المغرب كيعبر على الشكر ديالو للدول اللي ايدات هذا القرار، واللي عبرات منها الولايات على الاقل عضوين دائمين الولايات المتحده وفرنسا عن دعمهم الكبير لمبادره الحكم الذاتي كاطار وحيد للحل. هذه كلها عناصر اللي جا بها هذا القرار، اللي في السياق ديالو ولا من حيث المضمون ديالو كيشكل المغرب تعامل معاه بهدوء وبشكل على اعتبار بانه واحد الاستحقاق عادي، ولكن الاطراف الاخرى حاولت تجعل منه واحد نقطه تحول. مجلس الامن جاوب في هذه الخمسه النقاط كما اكدت ذلك. Aujourd'hui, si l'Algérie a un problème, c'est avec la communauté internationale et avec le Conseil de sécurité qui a au moins à trois reprises a mentionné la table ronde comme cadre exclusif pour la poursuite du processus et à cinq reprises a appelé l'Algérie à participer à ce processus de table ronde, mais plus que ça, que tout au long du processus de recherche d'une solution, l'Algérie est tenue à s'impliquer de manière constructive et réaliste. Donc le problème, ce n'est pas entre le Maroc et l'Algérie. Aujourd'hui, le problème de l'Algérie, c'est par rapport à une communauté internationale, par rapport à une résolution du Conseil de sécurité et par rapport à une volonté partagée par l'ensemble des membres de la communauté internationale qui reconnaissent de manière claire le rôle, la responsabilité de l'Algérie, et que tous sont aujourd'hui clairs que l'Algérie, comme il a été derrière la création de ce différend, comme il est derrière le maintien de ce différend, il a une responsabilité particulière pour participer à sa résolution. L'Algérie a donné l'impression que le Maroc est isolé, que ses positions sont partagées par la communauté internationale. Aujourd'hui, le Conseil répond. C'est la volonté de la communauté internationale. Toutes les déclarations, toutes les lettres ont eu cette réponse claire, franche et directe. Un mot avec ces déclarations ou ces suggestions, qui est toujours de trois principes. Le premier, c'est qu'il y a un pays ou un طرف مسؤول يتعامل مع الأمم المتحدة في إطار الاحترام والشفافية والمسؤولية. النقطة الثانية هو أن المغرب واضح فيما هي المسؤولية والاختصاصات اللي عند كل مسؤول من هادو، وبأن تحديد الموقف كيكون بالنظر إلى احترام الاختصاصات والمسؤوليات اللي معطية لهم. والمبدأ الثالث هو أن المغرب كيعطي الموافقة وكيتعامل بشكل بناء، خاصة من كيجي من عند الأمين العام الاقتراحات، ولكن كيبقى عنده واحد كيبقى فيجيلون، كيبقى حاضي. إيفانكو كان عندنا واحد التردد بالنظر أننا كان عندنا دائما حنا واحد المبدأ، ما كنبغيوش أعضاء مجلس الأمن الدائمين يكون عندهم مسؤوليات، لهذا كان عندنا واحد التردد، ولكن
بالنظر إلى أنه جاء طلب عند الأمين العام، المغرب قال نعم، ولكن المغرب يعني غيبقى كيشوف مدى احترام الاختصاصات، مدى احترام المسؤوليات اللي عند السيد إيفانكو. والمغرب بقدر ما هو بحال قلت بناء وواضح ومسؤول كيقول نعم بهذه المسؤوليه، ومن كيكون المشكل كيقولوا كذلك بنفس المسؤوليه. بالنسبه للسيد ديميستورا نفس الامر، المغرب خدا وقته وشاف يعني لو بروفيل دابور، شكون هو هذا السيد هذا، كان عنده بعض التساؤلات، كان عنده بعض يعني بعض النقاط اللي كان خصها توضح. بنفس الامر المغرب اليوم يعني كيقول بانه غيتعاون مع ديميستورا، ولكن المغرب غيتعاون معاه في اطار المحددات اللي حددها هذا القرار، واللي هي محددات واضحه واللي يجب احترامها. نفس الشيء مع السيد الكسندر ايفانكو، المغرب غيتعامل معاه بحسن نيه باحترام، ولكن المغرب كيبقى دائما اولا واخيرا منطلق من الشرعيه الدوليه، من قرارات مجلس الامن، ومن مصالحه اولا واخيرا. المغرب بالنسبه له قضيه الصحراء هي قضيه وطنيه، وبالتالي هذه ماشي قضيه ديال يعني ديال التساهل ولا قضيه ديال ارضاء، ولكنها قضيه مسؤوليه. لهذا المغرب كيتعامل بشكل بناء، ولكنه كيبقى حريص على ان التحد ما يتجاوز الخطوط الحمراء في المسؤوليات ديالو. شكرا جزيلا.